شوفوا هذه الصابونة خلاص ذابت عندي تخلص، فقلت لهم دزوا لي اياها. تذكرونها لما شرحت مجموعة العناية بالجسم اللي تصير صنفرة القهوة، معجل الصبار عقب ترطبون، وهذه الصابونة مالت التفتيح. شوفوا قلت لهم جيبوا لي منها اليوم، جابوا لي ثنتين وايد وايد حلوة، تهبل فيها فيتامين سي، شايفين فيها بابايا ولؤلؤ وعسل وفيتامين سي، خيال خيال على الجسم. حتى ما تحتاج الليفة نفسها، هي بلل جسمك ومشي على كامل الجسم، حتى تحت الابط الاركاب، وهذا عادي تستخدمينها. اسمها وايتنينج سوب كاي.